وخلينا نروح لمحافظة أخرى من محافظات مصر اللي يعني بدأ زي ما قلنا التصويت في 14 محافظة على مستوى الجمهورية في المرحلة الأولى، ومن المنيا نروح للبحيرة مع الزميل محمد عبد العزيز. إليك يا محمد، صباح الخير عليك. الرحمن الرحيم، بسم الله. أسماء، وصباح الخير على السادة المشاهدين. لحظات قليلة وتبدأ اللجان الانتخابية فتح أبوابها أمام الناخبين بمراكز ومدن محافظة البحيرة للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام انتخابات مجلس النواب. هذه الانتخابات شهدت في يومها الأول هدوء في عملية التصويت، ولم يتم رصد أي خروقات أو أي معوقات في سير العملية الانتخابية. هناك إجراءات احترازية مشددة يتم تطبيقها بلجان الانتخابية، حيث يتم تعقيم وتطهير اللجان من الداخل والخارج، وأيضا هناك بوابات تعقيم للناخبين أثناء دخولهم للإدلاء بأصواتهم. أيضا هناك تباعد اجتماعي بين كل ناخب وآخر، فإنهم يدخلون في مسافات متباعدة فيما بينهم للحفاظ على التباعد الاجتماعي. أيضا هناك تشديد على منع دخول أي ناخب دون ارتداء الكمامة، وفي حالة عدم ارتدائها يتم توزيع كمامات طبية عليه حتى يستطيع الإدلاء بصوته. محافظ البحيرة قام بتفقد اللجان الانتخابية للتأكد من جاهزيتها، وأيضا تفقد عملية سير العملية الانتخابية، وأيضا للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل وخارج اللجان. محافظة البحيرة تشهد إقبال على اللجان من جانب السيدات وخاصة كبار السن، وأيضا الأطفال الذين رغبوا في المشاركة في هذا العرس الديمقراطي. يمكن من أبرز المشاهد التي تم رصدها في أول أيام الانتخابات هو قيام جامعة دمنهور ومديرية الشباب والرياضة بتنظيم مسيرة جابت شوارع وميادين مدينة دمنهور لحث المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية. يعني هذا أبرز ما لدينا حتى الآن، وأكيد مستمرون في متابعة العملية الانتخابية في ثاني أيام الانتخابات مجلس النواب من محافظة البحيرة. عودة إليك يا أسماء في الأستوديو. شكرا للزميل محمد عبد العزيز.